تواصل حصيلة الوفيات بفعل تفشي فيروس كورونا ارتفاعها القياسي في إيطاليا، إذ أودى الوباء بحياة حوالي 800 شخص خلال الساعات 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلد الأوروبي إلى حوالي 5000، وهي أعلى حصيلة في العالم، علماً أن جميع هذه الوفيات قد سجلت خلال شهر واحد فقط. كذلك أعلنت السلطات أن عدد المصابين الكلي في البلاد قد بلغ 53578 بعد تسجيل 6557 إصابة جديدة، بزيادة بلغت نسبتها 13.9%. إيطاليا هي البلد الذي يضم ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الصين التي نشأ فيها الوباء. أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع يوم السبت إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 يوم الجمعة، كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24926، وكان الارتفاع خلال 24 ساعة الماضية قد بلغ نسبة 30% بالنسبة للوفيات و16.5% لحالات الإصابة، وباتت إسبانيا البؤرة الثانية لتفشي كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، ولا تزال منطقة مدريد تسجل أعلى عدد إصابات إلى حد كبير مع 8921 إصابة، نحو 36% من إجمالي عدد الإصابات. أعلنت السلطات الروسية الخميس عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لامرأة مسنة، فيما أكد رئيس الوزراء من جهته أنه لا داعي للهلع. من ناحية أخرى، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 114 حالة في عموم روسيا، وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 21 مارس فيروس كورونا بأنه وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. رياضياً، أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم السبت إصابة أسطورته باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد، وفي السياق نفسه أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة إصابته بفيروس كورونا المستجد. أما في إسبانيا فقد أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية خبر وفاة رئيس ريال مدريد الأسبق لورينزو سانز متأثراً بفيروس كورونا بعد فترة بسيطة من إعلان إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، وكان الرئيس السابق يعاني من أمراض أخرى، إلا أن إصابته بالفيروس كانت السبب في رحيله عن عمر يناهي 76 عاماً بعد أن قضى فترة في العناية المركزة. تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة، وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة، ويأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفاً.